أهلا وسهلا بكل حضراتكم متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، وهذه التغطية الخاصة. بالتأكيد خلال الأيام الماضية تابعنا مع حضراتكم كل التفاصيل المتعلقة والخاصة بمعلمة الدقهلية، وأيضا تابعنا الجدل المثار بشأن تحويلها للتحقيق بعد تداول فيديو ليها أثناء رقصها على متن مركب نيلي خلال إحدى الرحلات. معلمة آية يوسف انقلبت حياتها رأسا على عقب، وده كان بسبب تداول هذا الفيديو المصور ليها. زوجها طلقها وفقدت أيضا شغلها، لكن بالأمس الحقوقية الأستاذة نهاد أبو القمصان أطلقت مبادرة شخصية منها وقدمت عرض عمل في مكتبها الخاص لهذه المعلمة كمصحح لغوي. كمان طلبت منها تتواصل معاها علشان تقدر تساعدها في انها تاخد حقها من الشخص اللي قام بتصويرها. تفاصيل اكتر هتكشفها لنا الاستاذه نهاد ابو القمصان، هي الان معانا عبر الهاتف. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا بيكي. اهلا استاذه فور، ازاي حضرتك؟ اهلا بيكي. في البدايه خليني اشكرك على مبادرتك الكريمه. عايزين شكرا، يعني ما فيش شكر خالص، ده الحد الأدنى لدعم آية. الحقيقة الست يعني لجان إلكترونية سنت سنانها عليها وخدتها وكأنها يعني أجرمت الجرم المشهود، وعملوا موجة في المجتمع المصري وكأن المجتمع كله ضدها وحشدوا لأسباب سياسية بحتة. والبنت يعني أو السيدة المحترمة يعني ضحية صراع سياسي لمجموعات بتحاول تاخد المجتمع المصري للقرون الوسطى وعصور التفتيش. يعني مش معقول واحدة مع زمايلها بترقص على مركب في 5 مدرسين، 4 منهم ما سمعناش صوتهم ولا حاجة. فهنا كان المستهدف هي استرهاب الستات المصرية. وبعدين تحسي ان موجة كده، كل واحد عامل يعني 300-400 اكاونت وهمي على الفيسبوك وبيشغله بزرار، فتحسي ان كأن المجتمع كله ده مش حقيقي. بدليل ان المبادرة اللي انا عملتها امبارح او الدعوة اللي انا عملتها، وارجو انها تشرف لي وتقبلها لانها ست محترمة ماشي، وهتبقى إضافة حقيقية لمكتبي الخاص. طيب أستاذة نهاد، يعني يا ريت حضرتك تكلمينا عن تفاصيل هذه المبادرة. حاجة، هو أنا الحقيقة مشفقة جدا على الأستاذة آية، وحاسة إن هو في إيه؟ ما احنا بنرقص في الأفراح وبنرقص قدام لجان الانتخاب وبنرقص في المناسبات وفي 6 أكتوبر وفي كل حتة في الدنيا، لأن الرقص ده جزء من المشاعر الإنسانية الطبيعية. الناس بقى تختلف إن الرقص كان أوفر ولا مش أوفر، ده حاجة نسبية تماما. يعني في مجتمع يقبل دوت، في مجتمع ما يقبلوش، يعني كل واحد يعني خليه في نفسه، اللي مش عايز يرقص خالص هو حر. انما احنا مجتمع فرفوش، نعمل ايه؟ طيب ربنا خلقنا كده، الغربان ما عرفتش تسيطر عليه. فقصه انه آية غلطت او ما غلطتش ده موضوع نسبي، انما اللي حاصل اكبر بكتير من مجرد ان احنا نقول لها والله يا ستي كنت اوفر شويه، او خدي بالك، او يعني ده مش عارفه ايه. هو ده كان اخر القصه. انما القصه ان الست وزارة التربية والتعليم ولا نقابة المعلمين تحقق معاهم، وما لهمش صف بصفاتكم ايه؟ القانون العمل بيقول او بيحدد مواصفات مكان العمل. بره مكان العمل حضرتك مالكش دعوة بيا. شفتني اتحزنت ورقصت بلدي في طابور الصبح جنب تحية العلم، يعني ده هنا لازم وقفة ومراجعة قانونية علشان المفاهيم تنضبط، والا هنجري ورا كل ست بقى في البلد في مناسبة ولا في بتاع نحطمها علشان نرهب الستات. ادي اول حاجه وزاره التربيه والتعليم اللي لغت الفنون ولغت لو بيعملوا كل سنه عرض المدرسي اللي فيه الفنون كلها، كنا على الاقل علمنا الاستاذه ايه ايه الرقص اللائق وايه اللي غير لائق. انما وزاره التربيه والتعليم ونقابات المعلمين اللي ما بتدافعش عن المعلمين اللي بيصوتوا بقالهم سنين
على حقوقهم وعلى حياتهم وعلى نقابة المعلمين، ما وقفتش جنب المعلمين في حقوقهم، راحت تحقق مع مدرسة علشان بترقص في خارج مكان العمل. ايه العبث ده؟ اللي دي اول عرفته من حاجة. حضرتك انه هي لسه ما تواصلتش معاكي. يعني احنا بنكلمها، انا بكلمها الحقيقة تليفونها مقفول، وارجو انها طبعا يعني تكون ربنا يكون في سامعتني عونها. وتتواصل. الله يكون في عونها طبعا، ويكون في عون جوزها، ويكون في عون ولادها، لانه الحقيقة هم مش بس ضحية مجتمع محيط، لا، هو المجتمع المحيط كله كان ضحية اللجان الإلكترونية يعني، وفكرة الحالة اللي اتعملت على الإنترنت. طب أدي النقابة بتقطع عيشها، ولا الوزارة بتقطع عيشها، وإن شاء الله نجيب لها حقهم. أنا عايزاهم يطلعوا لي اللائحة بقى، يقولوا لي الهزة اليمين حلال والهزة الشمال حرام، ولا إيه الموضوع؟ أنا عايزة أعرف لائحة الرأس المنضبط دي شكلها عامل إزاي؟ فدي النقابة دي حسابها بعدين، لكن يقطعوا عيش الست ازاي يعني؟ طيب الراجل اتضغط عليه لدرجه انه طلقها، طب يقول لك اهلها مخاصمين، يا سلام، يعني انتوا عايزينها ايه، تنتحر زي بسند ونرجع نعيط عليها؟ صدقيني يا استاذه حور وحياه اولادي، انا الليله بتاعه امبارح قبل ما اطلع الفيديو ما نمت، لان انا بقيت حاسه الست دي ممكن تنتحر. الست دي حطي نفسك مكانها، الست دي عيله، هي فجأة خسرت كل حاجة، خسرت شغلها، خسرت زوجها، خسرت كمان أهلها وأولادها، عشان ايه؟ اللي هي ما بقتش عارفة تفسر لهم هو إيه اللي حصل، لأن هي من وجهة نظرها مش شايفة إنه هي أجرمت. عشان ايه ده كله؟ فانا لقيت نفسي مشغوله بيها الى حد اني مش عارفه انام. الست دي محتاجه حد ينقذها الصبح، دي ممكن تبص تلاقيها منتحرة وسايبه لنا جواب تدلنا كلنا، وساعتها هيبقى ذنبها في رقبتنا كلنا. عشان كده طيب اولا تشتغل وتقف على رجليها، ثانيا نشوف جوزها واولادها وندعمهم برضو. انا على قد ما متحفظه على موقفهم، على قد ما انا متفهمه أنا لسه كميه هسأل الضغط. حضرتك يا أستاذة نهاد عن موقفك إيه لما عرفتي إنه آية اتطلقت، بس أنا عايزة أعرف في البداية يعني في رأيك أنت إزاي ممكن تساعديها وتاخدي لها حقها من كمان الشخص اللي صورها؟ آية مدرسة لغة عربية وواخدة إنها مدرسة مثالية، عارفة ده يعني إيه؟ يعني حبوبة ولذيذة ومنفتحة، والولاد اللي بتدرس لهم بيحبوها لأن هي دي شخصيتها. طلعت منها أوفر بقى شوية، رقصت بزيادة بطريقة ما تعجبش بعض الناس أو تعجب بعض الناس، ده موضوعها الشخصي. إنما هي واخدة شهادة بتقول إنها ست ممتازة في مادتها، طبيعتها ست كويسة ومنفتحة على الناس وحبوبة وأم حقيقية، مش بس لولادها، للتلاميذ اللي حواليها. عشان كده أنا بقول لك آية في مكتبي أنا هتبقى إضافة حقيقية كمصحح لغة عربية، قانوناً يتحابس طبعاً. العقوبة في المادة 25 من قانون جرائم الإنترنت بتقول الحبس أو الغرامة أو الاثنين مع بعض. الغرامة بتوصل ل50,000 جنيه، والحبس 6 أشهر حد أدنى، يعني ممكن يتحبس أكتر من 6. مباحث الإنترنت مسؤولة، وانا بخاطب معالي الوزير الداخليه ومعالي النائب العام يجيبوا لنا اللي عمل الكلام ده، لان احنا قدام حاله من العبث. انتشارها ده معناه الناس مش هتبقى امنه على نفسها حتى جوه بيوتها. طيب خليني اسال حضرتك دلوقتي موقفك ايه تجاه زوجها اللي يعني انفصل عنها بسبب للاسف الضغوط اللي واجهها كمان من المجتمع، انه فجاه لقى زوجته حديث السوشيال ميديا. أنا مقدرة الضغوط اللي اتحطت عليه ومتفهمة، مش موافقة، يعني في فرق بين إن أنا أبقى متفهمة فمش قادرة أقسو عليه وأقول راجل معرف إيه وفي إيه وبتاع، لكن أنا بقول له يا أخي، يا أخي الفاضل العزيز، علم ولادك ورجالة جنب مراتك، لان ولادك دول هيتعايروا بيك انت مش بامهم، هيتعايروا بيك انت العمر كله، لانه ما فيش ولا زوجه من زوجات ولادك دول هتامن لابنك يوم واحد. انت ما خلفتش بنات، لما تضيف لعيلتك 3 بنات يبقوا بناتك وحبايبك، في يوم من الايام هتكبر وتحتاج دعمهم
مساندتهم وخدماتهم، دول يخدموك بأمارة إيه وأنت لا كنت دعم ولا سند للست دي؟ أنا بقول يا أخي العزيز ما تبصش تحت رجلك، أنت ضحية لجان إلكترونية، ده مش الشعب المصري. الشعب المصري اللي استجاب في أقل من 5 ساعات الفيديو بتاعي عامل 1.5 مليون مشاهدة و20,000 شير، ده الشعب المصري. 20,000 كومنت بيقول لي انت ست محترمه وعظيمه، ده الشعب المصري. انما اللي ذبح ايه ده مش الشعب المصري، دي لجان الكترونيه بتحاول تسيطر على دماغنا. استاذه نهاد ابو القمصان الحقوقيه وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان، انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على دعمك وبشكرك على انسانيتك. استاذه حور، انا هنا بصفتي المحاميه، المجلس القومي لحقوق الانسان ده جهه رسميه، يعني ارجو بس عشان الناس بتخلط ما بين الاشياء، انا موقفي نهاد المحاميه بس. انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم، وبشكرك على دعمك وعلى موقفك الانساني، شكرا ليك. بكل تاكيد بنطلق رساله شخصيه لمعلمة الدقهلية الأستاذة آية يوسف بالتواصل مع الدكتورة أستاذة نهاد أبو القمصان لمساعدتها. بشكرك شكرا جزيلا أستاذة نهاد، وبشكركم كل متابعينا على طيب المتابعة، وانتظرونا في تغطيات أخرى على مدار اليوم. كنت معكم حور محمد، إلى اللقاء.